السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معايا في نونا هاند ميد. يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة الفيديو سريع جدا وبسيط لكل محبي أشغال اليدوية أو الهاند ميد إن شاء الله. ده القرآن الكريم المصحف، أنا هغلفه معاكم بطريقة بسيطة. عملت أنا نموذج على القناة قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. ان شاء الله هعمل معاكم النموذج ده بشكل مختلف شويه، وباذن الله يعجبكم تنفذوا الفكره وتقولوا لي رايكم في التعليقات. اتمنى لو بتشوفوا القناه لاول مره نشترك ونفعل مفتاح الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. خلونا نشوف الطريقه. طبعا اي مقاس متوفر عندك وحابه تشتغلي عليه مفيش اي مشكله، في طرق كتيره جدا. خلونا ننفذ مع بعض فكره منهم النهارده. هنحتاج طبعا للسفنج اللي هو الرؤية ده، وعلى فكرة تقدري تستغني عنه خالص. تمام، انا النموذج اللي فات ما كنتش عاملاه بسفنج. وممكن الفايبر اللي هو الرؤية برضو. وهنحتاج طبعا لستراس وقماش، القماش اللي هنغلف بيه. هنحتاج لمسدس الشمع، وهنحتاج لشرايط الستان. التزيين النهائي هيكون مختلف وحسب رغبتك تقدري تنفذي. نبتدي اول خطوه معانا، هنثبت الاسفنج. احنا بنحاول نقصه بالظبط، ما يكونش فيه اي زياده خالص، تكون بمقاس الكتاب اللي هنشتغل عليه مبدئيا كده. ده لزق طبعا مش اساسي، ممكن تشتغلي بالشمع على طول، بس ده لزق دبل فيس هيسهل عليا التثبيت اكتر. فانا هحط كده على الاطراف بالشكل ده. وابتدي اقص. بعد ما حطيت اللزق الدبل فيس اثبته كويس، وابتدي اشيل بقى الجزء اللي هو الورق اللي فوق ده كده، هيسهل لي الدنيا اكتر. واحنا بنثبت الاسفنج بتاعنا، ابتدي اثبت الاسفنج. احنا هنشتغل طبعا بمسدس الشمع، بس التثبيت في المرحلة دي اسهل شوية بالدبل تي. تمام، دي اول خطوه. وابتدي اشيل برضو الجزء الثاني ده، ثبته كويس كده وبعدين اشيله. تمام، وبعدين هلف بقى الناحيه اللي ورا، وبنفس الطريقه اشيل دول والزق عليهم على الظهر الايه السفنج بتاعي بالشكل ده كده. ابتدي الف كده. اي زياده بقى من السفنج انا هشيلها كده بالمقص، بحيث يكون بالظبط حوالين الغلاف بتاعي بس كده. هقص الزياده دي كلها. الخطوه اللي بعد كده ان انا هجيب القماش وبكون قصاه على مقاس الكتاب او المصحف بتاعي بالظبط، بزياده طبعا كام سنتي، بحيث ادخله لجوه كده من فوق ومن الاطراف. تمام، بالشكل ده. ده قماش قطيفه، ده قماش قطيفه. تقدري تشتغلي مثلا بالقماش اللي هو الساتان، بالقماش اللي هو الشاموا. تمام، ونبتدي بقى بمسدس الشمع، وهبتدي هثبت علشان ابتدي اول خطوه معانا التثبيت بتاعنا ده اهو من على الاطراف. فكره الدبل فيس سهلت عليا تثبيتي للسفنج. معلش يا جماعه بركز. تمام، نبتدي بقى ايه واحده واحده كده، والمصحف مفتوح كده معايا علشان ما يبقاش الشغل بتاعي مشدود، وابتدي اثبت. نبتدي بقى ندخل الاطراف دي لجوه ونقص اي زياده تقابلنا. مش شرط طبعا تكون يعني المقاسات قد بعضها بالظبط، هنحاول بعد كده ان شاء الله اي زيادات هندريها. تمام، بالشكل ده كده. ابتدي اخد الجنب اللي ورا، انا بثبت ناحيه ناحيه كده بالراحه.
ناخد الناحية دي كده. طبعا الزيادة دي لو حابة تقصيها قصيها، حابة تسيبيها نغطيها برضو مش هتفرق، مش هتأثر معانا في حاجة. هنيجي هنا بقى عند الزاوية او الجنب ده، وابتدي اقص اللي في النص هنا كده بالشكل ده، واقص دي الزيادة دي واشيلها خالص. تمام، وبمسدس الشمع ادخل الجزئية دي كده لجوه هنا كده، دخلها هنا، هتغطي لي الجنب ده بالشكل ده. اهي عملت انا كمان الناحية التانية. نبتدي بقى نتني الجزء دوت كمان، بحاول اختصر لكم الفيديو قدر الامكان. نبتدي نتني كده اهو، اي زيادات عايزه تقصيها بعد كده تقدري تقصيها براحتك. الخطوه اللي بعد كده انه انا بعد ما ثبت الجوانب دي هداريها كلها بالورقه اللي هي الفاضيه اللي في الطرف في بدايه المصحف ونهايته. انا ثبتت دي، هثبت دي زيها بالظبط هنا بالشمع برضو نفس الشكل كده، ما نخليش بس القماش يكلكع مننا اهو. نثبت جزء بجزء. كده بعد ما ثبتنا الورقة من جوه اهو من الجنبين، هبتدي اخد شريط الستان ده. التزيين ده بقى يرجع لك انت على حسب رغبتك. وهاجي هنا في النص كده وابتدي اثبتها برضو بمسدس الشمع في النص من فوق لتحت كده. موضوع بقى الاستراس او التزيين بالستان ده يرجع لك انت. انا هحط على الاطراف كده استراس من ده، بحب دايما انا اغطي الاطراف. هثبت الورقة اللي مكتوب عليها الله. الورقة دي انا طبعتها عادي بالطبعة بورق طبعة عادي، وبعدين لونتها وعملت عليها لزق شفاف علشان تكون ناعمة كده وما تتأثرش. تمام، وابتدي ألزقها في النص بالشمع برضو. طبعا انا ما قلتلكوش ان انا هنا ثبت استراس برضو من على الاربع جوانب في المصحف من على الوش. بعد ما ثبتت دلوقتي الدايرة اللي مكتوب عليها الله، عملت حواليها بأنصاف اللولي وثبتها بالشمع، دريت الأطراف بتاعة الورق، وهبتدي أركب الفيونكة دي تحت هنا كده في الجزء اللي تحت بالشكل ده. هاجي كده في الظهر، كان مفروض ان انا قبل ما الزق الورقة دي ادخل شريط الستان في النص من هنا علشان اعمل رابطة فيونكة كده في النص، لكن انا نسيت طبعا، فمحتاجه دلوقتي ان انا هثبت هنا من بره وبعدين هغطيها بشريط تاني. تمام كده، انا ثبتت اهو من جوه بالشمع وحطيت جزء كده من الشريط فوقه فوقيه علشان يغطي لي الجزء ده ويثبته لي ما يتفكش، وكمان من الناحيه اللي ورا بنفس الطريقه من الظهر اهي. كان المفروض دخلتها تحت الورقة بس انا نسيت ادخلها قبل ما الزق الورقة بالكامل. وبالشكل ده نبقى ايه، نعمل كده فيونكة نربطه، هيثبت لي الشكل بتاع الكتاب بتاعنا المصحف كده. هو من ناحية هتكون شكل جمالي ومن ناحية هتقفل لي الغلاف.
بالشكل ده كده. ظبطي بقى في يونكتك، وهيكون ده شكل المصحف معانا النهاردة. التغليف كان سهل وبسيط، ما بياخدش وقت، بس هو التصوير طبعا اللي بياخد مننا وقت. بشكركم جدا للمتابعة، قولولي رأيكم في الشكل النهائي كده في التعليقات. ما تنسونيش من صالح دعائكم، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.